ناس مبسوطه جدا. تعالوا نروح للخبر اللي بعد كده. الخبر اللي معانا بعد كده هو عن فيلم خمس جولات، وده طبعا بعد ما كشفت الشركه المنتجه عن الاعلان الرسمي للفيلم، وظهر فيه الفنان الراحل مصطفى درويش في دور مصارع، ويعتبر الفيلم ده هو اخر افلامه اللي لسه طبعا هيتعرض في السينمات الفتره اللي جايه. وبيعتبر كمان الفيلم دوت فيلم خمس جولات فايف راوندز هو اول فيلم في مصر والشرق الاوسط بيناقش رياضه الام ام اي والراب. الفيلم ده هيكون بطوله الفنان ماجد المصري وبطوله ادم شرقاوي ونور النبوي وعايده الايوبي وداليا شوقي ومصطفى درويش الله يرحمه. هيكون طبعا ده اخر اعمال مصطفى درويش زي ما احنا قلنا، وكمان هيكون معاهم مطرب الراب ارسنك. ومن المقرر عرض الفيلم ده في السينمات يوم 16 اغسطس اللي جاي. ان شاء الله يكون فيلم مميز جدا. تعالوا نروح